الوسط الرياضي كله مهتم بالصفقة الخاصة بنجم مصر طبعا وفخر العرب ونجم ليفربول محمد صلاح. ذكرت تقارير صحفية سعودية أن نادي اتحاد جدة حسم كل الأمور الخاصة بالصفقة، صفقة ضم النجم المصري محمد صلاح من طبعا ليفربول الإنجليزي، على أن يتم الإعلان رسميا عن هذه الصفقة بعد مباراة كلاسيكو الدوري السعودي أمام الهلال والمقرر لها غدا الجمعة. طيب كمان من ناحية الجانب السعودي أكد حتى هذه اللحظة أنه نادي ليفربول كمان ما طلعش أي تصريحات رسمية بخصوص الصفقة، وتحديدا بعد العرض اللي تم تقديمه واللي وصل إلى 160 مليون يورو لنادي ليفربول، بالإضافة إلى راتب محمد صلاح نفسه واللي متوقع يتجاوز 100 مليون في الموسم الواحد مع بعض المميزات. حاجات كتير قوي بنسمعها اللحظة دي، بيقال إنه محمد صلاح في طائرة متجه إلى السعودية. الكلام ده صحته من عدم صحته، خليني أخد الناقد الرياضي أحمد عصام. مساء الخير يا أحمد. مساء النور طبعا عليكي، برحب بيكي طبعا وبرحب بكل مشاهدينك الكرام. يعني الوسط الرياضي والناس بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي كل الناس منشغلة بالصفقة، صفقة النجم واللاعب المصري الكبير محمد صلاح. أولا قولي الخبر الأولاني، هل فعلا في طيارة فيها محمد صلاح متجه إلى السعودية؟ احنا في الاول بس عايزين نقسم الموضوع شقين، لان الموضوع دلوقتي الصحافه الاوروبيه بتتكلم ان صلاح موجود في ليفربول وهيستمر، والصحافه السعوديه وطبعا عندنا موقع القاهره 24 المصري طبعا مقسوم نصين دلوقتي. جزء بيقول ان محمد صلاح خلاص في اتحاد جده، ده طبعا الصحافه السعوديه وموقع القاهره 24 اللي نشر الخبر النهارده، والجزء الاخر هو الصحافه الاوروبيه اللي لحد دلوقتي صحيح مصممه ان محمد صلاح مستمر في ليفربول. ليفربول رافض تماما رحيل محمد صلاح. يورجن كلوب كمان في صحف اتكلمت ان يورجن كلوب نفسه متكلم وراهن مستقبله مع ليفربول بوجود محمد صلاح، عارف ان لعيب بقيمه كبيره جدا ان هو يمشي من فرقته في الوقت ده. الموضوع هيبقى صعب جدا بالذات ان موسم ان خلاص فتره الانتقالات الصيفيه في اوروبا وفي انجلترا هتنتهي بكره، فخلاص انت ما جبتش على الاقل بديل ليه، حتى الفلوس اللي هتجيلك لو انت وافقت على رحيل صلاح مين اللي هيبقى بديل في ليفربول يقدر يكمل الموسم مع يورجن كلوب. فحاليا الموضوع يعني مقسوم نصين، الصحافه السعوديه زي ما قلنا والصحافه الاوروبيه. طبعا احنا بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح ايا كان خطوته اللي جايه، ايه الاستمرار او الرحيل طبعا، بس العرض اللي قدمه اتحاد جده لليفربول هو العرض تقريبا الاقوى يعني في التاريخ للاعب في سن محمد صلاح. محمد صلاح مش لعيب كبير بس لعيب عنده 31 سنه دلوقتي، بداوا العرض ان هم يقدموا 100 مليون يورو او 100 مليون او زي ما بيقولوا 100 مليون جنيه استرليني مش يورو، وبعد كده العرض زاد ل 150، بعد كده الناس بتتكلم دلوقتي ان العرض وصل ل 200 مليون جنيه استرليني. طبعا رقم ضخم جدا جدا طبعا، رقم لم يعرض كمان على ليفربول، الموضوع ده مش شفناهوش قبل كده طبعًا. حتى مع ميسي ورونالدو يعني اعظم اللعيبه في التاريخ، غير الراتب بتاعه وغير الراتب بتاع صلاح والمميزات بتاعته، الراتب بتاع صلاح اللي اتحاد جده مقدمه ليه هو اربع اضعاف اللي بياخده مع ليفربول دلوقتي. صلاح دلوقتي بياخد تقريبا 350 طيب. خلينا ناخد طبعا خلينا ناخد هذه الافتراض، يعني في شويه حاجات افتراضيه. خبر انتقال محمد صلاح انه موجود في طياره الى السعوديه، ده خبر صحيح ولا هي برضو اشاعات؟ انا مش عايز اجزم لحضرتك الحضره يعني مش عايز، فاذا يظل هذا الخبر معلق من صحيفه عقاد السعوديه وهي صحيفه من الصحف الكبيره جدا في السعوديه اللي دايما يعني بتقول الخبر وبيطلع صحيح في الاخر، وهي كمان اللي انفردت في كذا خبر قبل كده بخصوص باللعيبه المصريين، وكان ابرزها اصابه احمد حجازي بالرباط الصليبي. طبعا كانت اول صحيفه اتكلمت ان احمد حجازي كان عنده رباط صليبي، فطبعا هي صحيفه موثوقه في السعوديه وهي الصحيفه الوحيده في العالم اللي اتكلمت وقالت ان محمد صلاح بكره هيغادر السعوديه عشان يجري الكشف الطبي وينهي الانتقاله لاتحاد جده. فاذا يعني هذا الخبر على عهده يعني الصحيفه السعوديه عكاظ، هذا الخبر على عهده الصحيفه. طيب الحاجه الثانيه، محمد صلاح هل ذكر بان محمد صلاح كمان قال بانه لو النادي ليفربول وافق والمدرب وافق انا ممكن اقبل الصفقه، الكلام ده صحيح ولا لا؟ الكلام ده صحيح بشكل كبير، رغم نفي رامي عباس وكيل محمد صلاح لاكثر من مره
محمد صلاح زي ما بيقولوا اول ما جاله العرض والراتب القوي جدا الاربع اضعاف اللي بياخده اتكلم معاهم وقال لهم انا موافق، بس زي ما بيقولوا كده ايه بالمصري خلصوني من ليفربول، خلصوني خلص الدنيا مع ليفربول وانا موافق، القصه كلها مع ليفربول، لو ليفربول رافض انا مكمل عادي وملتزم بيه وحابب ان انا كمان اكمل، لو ليفربول وافق ده انا دي رغبتي برضو ان انا امشي، لكن القصه كلها في ليفربول لان عقد محمد صلاح لسه ممتد لسنتين كمان، فطبعا محمد صلاح الامور مش في ايده، محمد صلاح لاعب محترف طبعا لاعب من افضل اللعيبه في التاريخ والكره طبعا المصريه والعالميه كمان، فما يقدرش ان هو يقول ليفربول عايز امشي فمشوني دلوقتي، لا محمد صلاح لعيب ملتزم لعيب عايز يكمل عقده مع ليفربول، بس لو الاداره بتاعت الحاج جد وصلت لاتفاق مع ليفربول خلاص هو هيخلص يعني العقد. طيب يبقى احنا محمد صلاح هيبقى لعيب في الاتحاد. اذا احنا كمان منتظرين طبقا للتصريحات السعوديه منتظرين انه يتم الاعلان رسميا بهذه الصفقه ونجاحها وايضا انضمام محمد صلاح الى نادي الاتحاد السعودي او عدم قبول هذه الصفقه، وده هيبقى بعد مباراه الكلاسيكو غدا الجمعه. الكلام ده كده مظبوط؟ بالظبط اعتقد. يبقى اذا احنا حتبان 99% الامور كلها هتتحسم بكره، لان محمد صلاح على فكره ليفربول عنده ماتش مع استون فيلا، فيعني محمد صلاح لو بكره ما تواجدش في السعوديه وفعلا الامور زي ما اتكلموا اعتقد ان وجود محمد صلاح مع اتحاد جده الموسم الجديد هيبقى صعب جدا، محمد صلاح لو الصفقه هتتم وفعلا في موافقه حصلت من ليفربول محمد صلاح هيكون متواجد بنسبه 99% في السعوديه بكره، والصفقه هيتم الاعلان عنها بحد اقصى يوم السبت. عموما خلينا ننتظر الجمعة أو السبت، كل اللي يهمنا أنه محمد صلاح ابن مصر وفخر العرب أنه يكون في المكان اللي هو شايفه فيه إفادة بالنسبة له. الناقد الرياضي أحمد عصام بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نقول إذن إما أنه محمد صلاح غدا في السعودية موجود والصفقة بتتم ما بينه وما بين نادي اتحاد السعودي، أو أنه الصفقة لا تتم، هل حيوافق نادي ليفربول بعد رفع هذا الصفقة إلى أكثر من 160 مليون وطبعا راتب صلاح، أم سيرفض ليفربول ومدرب ليفربول؟ هل سيقبل محمد صلاح في النهاية ويترك نادي ليفربول ويترك أيضا الدوري الإنجليزي؟ كلها لسه أسئلة كثيرة، ربما الإجابة تأتي غدا.